هسألك يا أحمد أسئلة شغل الأوترونيك سريعة، جاهز؟ الجانجليا يعني إيه جانجليا؟ من دائرة الكولكشن أوف نيرف سيل أو سيل سيلز. تمام، أنواع الجانجليا إيه؟ عندنا لاترال جانجليا، عندنا كولترال جانجليا، عندنا تيرمينال جانجليا، عندنا تيرمينال مضاد. مين فيهم كان سيمباثيك الجانجليا؟ اللي هو اللاترال جانجليا والكولترال جانجليا. الأدرينال مضادة بينهم موديفايد جانجليا، يعني موديفايد؟ يعني زي البوست نمبريونك بالأقسام منها تشال بخمس كولتر سيلز. برافو عليك، طيب السيمباثيك ممكن تقول لي تأثيره على الأي إيه؟ بيعمل إيه على السيليري المصري؟ بيعمل ريلاكسيشن عشان بيعمل فاز فيجن. تمام، بيعمل ايه على البيبل؟ بيعمل كونتراكشن للدايلتر بيبل ماسك، بيعمل دايلتيشن. والدايلتيشن كان ليها اسم علمي يا احمد فاكره؟ اللي هو المايند ريزس. تمام، مايند ريزس. ايه هو الدولنر سندروم؟ ديت حاله ما يكون السرفايفل بروسيس جانجليا اتقطع على ناحيه واحده، يعمل اربع حاجات، ايه هما؟ بيعمل توزس، مايوزس، انهايدروزس، انوفسانس. تمام، قول لي تاثير السمباثيك ايه على الصلايبه؟ بيعمل سكريشن اوف فيسكوس ريتش بيطلع الصلايفة اللي هي ريتش فيسكوس يعني بالظبط اللي هي لازقة. تمام، عشان كده كونتراكشن مايو بسيدنس لازقة حواليها. طيب هسألك سؤال، تأثيره على الصلايفة في حاجة اسمها كومبلمنتري اكشن. كومبلمنتري اكشن ان هو مثلا ان هو بيكون له تأثير على عضو معين والبارت اللي صفر بيكمله. برافو. مثلا زي اللي هي الاعضاء التناسليه اللي هي سكس اورجانز. تمام، اللي هو السمباثيك بيعمل فوز وكونستريكشن للفيسل اللي هو الاجاكوليشن والبدايه اريكشن. برافو عليك، صح. هسالك سؤال، ايه تاثير السمباثيك على الجي اي تي؟ الجي اي تي ان هو بيقلل نمسك اورجان اورجان على الليفر. على الليفر ان هو بيعمل فوز وكونستريكشن للبلاد فيسلز اللي وصلوا له، كمان ان هو بيقلل يكسر الجلايكوجين الجلوكوز. برافو عليك، يعمل ايه على السبلين؟ السبلين ان هو بيخسر بيعمل كونتراكشن فبيخرج منه الريد بلاد سيلز. طب بيعمل ايه على اي سكريشن في الجهاز الهضمي؟ بيقلل السكريشن. ازاي؟ ان هو بيعمل فوز وكونستريكشن. برافو عليك، يعمل ايه في الهول بتاع المعده؟ بيقلل التجسس انزايمز يعني بالظبط، يعمل ريلاكسيشن للهول ويقفل السفنكتر. بمناسبة السفنكتر، اليورينري بلادر كان فيها كام سفنكتر؟ اثنين. ايه هما؟ الانترنال والاكسترنال. مين فيهم فولانتري؟ الفولانتري الاكسترنال. تمام، عشان كده الاوتونوميك يتحكم في الانترنال. تمام، برافو عليك. هسألك بقى في الريسبتورز دلوقتي بمناسبة السمباثيك، في الفا وبيتا ريسبتور، قول لي كل واحد فيهم، الفا 1 فين؟ الفا 1 عندنا مثلا في الدايلتر بيبيلي ماسل. برافو. في السموس ماسل بتاع البلاد فيزلز. تمام. الفا 2 موجود في البليتلس وفي البليسايماتر. حلو. البيتا 1 البيتا 1 موجوده في الكاردياك ماسل. تمام. في الجوكست برميريا اللي هي الاسوشيت في كرينيتي بيورز، والبيتا 2 موجوده في الفيسرال وول والباسبرال وول. كلهم بيشتغلوا بحاجه معينه، يزودوا مين؟ ما كلهم بيشتغلوا ان هم بيعملوا سيرفر ان بي مع الالفا 2 بيقلل السيرفر ان بي. تمام، برافو عليك. ممكن تقول لي اكزامبل الالفا 1 ريسبتور ستيمولانت؟ الفا 1 ريسبتور ستيمولانت مين الاقوى؟ ادرينالين ولا نور؟ الادرينالين والنور بيعملهم كلهم على والبيتا 1 والبيتا 2 برضه في حاجه اسمها ايزوبروتينون. تمام، ايزوبروتينون، برافو عليك. وطبعا اسامي الستيمولانت والبلوكر بالنسبه للدفعه كلها تكونوا عارفينها. في دكاتره من الازهر ساعات يجوا يسالوا في اليوهيبين والبيوتوكسامين والاتيولول واسامي كده ادويه كانوا في المحاضره بيقولوا لا مش مهمه، بس الازهر ما بيتفهموش. نيجي بقى للاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده هو اللي بيشغل البارا سيمباثيك، قول لي بيطلع منين؟ طالع من كل البريمم بتاعت البارا سيمباثيك. تمام، طالع من البوست ميمبرينر بتاعت البارا سيمباثيك. تمام، طالع من البريمم اللي هي وصل الادرينال المضله، برضه طالع من بعض البوست ميمبرينر اللي هي طالعه من السيمباثيك اللي هي ازاي؟ اللي هي راح تنزل السويت جراندس. تمام، والبلاد فيزلز بتاعت السموس ماسك. تمام، الاسيتايل كولين كان ازاي نقدر نتخلص منه؟ كان في طريقتين يا احمد. تخلص منه يا اما ريابتور تاني. تمام، يا الا عن طريق كولين ستريس. الكولين ستريس كان ليه نوعين، ايه هم؟ عندنا ترو كولين ستريس وسوبر كولين ستريس. ايه الفرق بينهم؟ الترو كولين ستريس ده اللي هو السبيسيفيك طالع من السيناتيك فيسيكلز، اما التاني اللي هو طالع موجود في البلازما في السبرين في الليفر. تمام، في حاجه اسمها انتي كولين ستريس، كم حاجه؟ كم نوع؟ انتي كولين ستريس في ريفرسبل وفي ريفرسبل. تمام، اديني مثال للريفرسبل. الريفرسبل عندنا نيوستيرمين وعندنا الاسرين. النيوستيرمين يستخدم عارف علاج مايسينيا جريفز، دي معلومه. يعني ايه الريفرسبل؟ مثال
الريفيرسبل عندنا الباراسكورس كومباوندز والوربورزنس. تمام. والمبيدات الحشريه الانسكتسايد والباراسايلوم والحاجات دي. تمام. حاجه اسالك سؤال، ايه الفرق بين نيكوتينك وماسكارينك في السايت؟ السايت عندنا النيكوتينك موجوده في الموتور اند بين. تمام. وموجوده في الجنرال منهم اللي هي بتاعت الادرينال. برافو. والماسكارينك؟ المسكرين زي ما قلت على الاورجانز عندنا ام 1 موجود في البرين. صح. وام 2 موجود في الهارت. وام 3 الام 3 موجود في الجلانز والسيرفيس. برافو. وام 2 و 4 في السموث ماسك. هايل. النيكوتينيك ريسبتور كان فيه نوعين، عندنا النيورونال تايب ومسكرر تايب. صح. النيكوتينيك ريسبتور كان ستيموليتد بأني حاجه؟ السمول دوز اوف نيكوتين. تمام. والهيكسامسولين. لا، سمول دوز اوف نيكوتين. تمام. وبلوكد باي ايه؟ دور دبي الهيبس نيكوتين لارج دوس. لارج دوس و كورين. كورين مع كورين بس في النيرو ماسك لارج. برافو عليك. المسخريني بقى ريسبتور، ممكن تقول لي نوعه ايه؟ نوع ريسبتور كان ليها اسم في الكتاب. برافو. سيربن تايب هو وبقيه الالفا والبيتا. برافو عليك. المسخريني بيبقى بلوك اشهر دواء الاتروبين. استخدامات الاتروبين ايه؟ الاتروبين ده بيعكس تاثير الباراس المسافر. تمام. يعني هل بيعلي هارت ريت؟ عشان كده دي امتى؟ بنستخدمه قبل عمليات الرحم. برافو. بيعمل ايه كمان؟ ممكن بيقلل اللي هو المغص في المعده عشان يقلل الكونتراكشن. برافو عليك. ورقم ثلاثه ممكن كمان يوسع البيوبل. يوسع البيوبل فاستخدمه في الفانتس. برافو. عشان تشوف الشبكيه قاع عين. تمام. هي جدا. سؤال بقى مهم قوي لازم هتتساله في الباراسمباثيك. الفيجاس نيرف، يا ترى الفيجاس نيرف بيعمل حاجه اسمها فيجال تون؟ يعني ايه فيجال تون وفيجال اسكيب؟ فيجال تون ان هو بيقلل الهارت ريت. تمام. من كام لكام؟ من 110 70 90 اللي هو الافرج. يعني ايه فيجال اسكيب بقى؟ فيجال اسكيب يعني يعني الفيجاس ما بيوصلش للفنتركل. فنتركل بيأثر على الاس ان نوت الاول وبيأثر على يعني الفنتركل بتأثر بشكل غير مباشر. برافو عليك. طيب مين الاورجنز اللي سبلاي بسمباثيك اونلي؟ السمول جلاندز والادرينال جلاند. وايه كمان؟ السمول جلاندز والادرينال جلاند وال سبلين. سبلين. تمام. تمام. طب ايه الاورجنز اللي سبلاي بباراسمباثيك فقط؟ كانت حاجات الجهاز الهضمي، الاسوفيجاس عارف، هو الجسر الجلانس وبقيه الحاجات. اخر سؤال بجد اساله لك، ما شاء الله هايل يا احمد هايل. ايه تاثير البرين سنترز على السمباثيك؟ البرين سنترز على السمباثيك هي البرين ريسبتورز. البرين سنترز انا قصدي بيها البرين ستيم، عارف اللي فيها الهاير كنترول اللي هو البرين والهايبوثالاموس. تمام. برافو عليك. تمام. ان فيها سمباثيك نيوكليس بتاثر عليها. بالمناسبه هو السمباثيك كان الاورجن بتاعه مين؟ السمباثيك كان اسمه كله اكبر. تمام. والباراسمباثيك مين؟ برين ريسبتور. الباراسمباثيك كانوا كام نيرف؟ اربعه. خمسه. اربعه ومعاهم بيرفكت نيرف الخامس، صح؟ الاربعه اللي هم مين؟ اللي هو اثنين وسبعه. لا، اللي هو ثلاثه اللي هو البروموتور. تمام. وسبعه اللي هو السبعه اللي هو الفيشن، الفيشن تسعه جلوس وفارينشن و10 فيجاس. وعايزك في البيت تراجع الاورجن والريلي. انا معاك ان دي مش مهم، بس في اساتذه ساعات يسالوا خارج منين في البرين، دي مهمه قوي. طيب في حاجه مهمه، هو السيمباثيك بري جانجليونيك اطول ولا الباراسيمباثيك بري؟ هو السيمباثيك اللي هو البري جانجليونيك بيبقى قصير. برافو. ليه؟ عشان في لاتر الجانجليا بتبقى جنب الفيرتيبرا كور ويساعد على وده بيعمل بيجنرالايز. صح. دايفرجنس. شكرا يا احمد.